تجي شو تسوي؟ تفرها الهاي، من تفرها خلاص العلاج صعد، ما بقى بيه بس تدوس. مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. حلقة جديدة اليوم راح نحكي بيها على هرمون النمو او الجروث هرمون او الجي اتش. طبعا جبت وياي قلم من الصيدلية، الشرح مالته كله حعوفه بنهاية الفيديو. سائل مالته 12 ملي غرام كم يونت، هاي الارقام شنو كم اطلع منها، كلها حعوفه بنهاية الفيديو. بس بالبداية خلينا نحكي شنو الجروث هرمون او شنو الجي اتش او هرمون النمو. اول شيء هرمون النمو عبارة عن هرمون بروتيني بكتابي، يتكون من 191 حمض اميني يتم انتاجه من خلال الغدة النخامية الموجودة بالمخ، يكون بأعلى مستوياته خلال فترة او مرحلة الطفولة، وبعدين يبدي ينقص كل ما كبرت بالعمر. وظيفته هو تجديد وانتاج الخلايا بالجسم، العظام والعضلات وحتى اعضاء داخلية، يبني لك كل شيء بجسمك ما عدا مخك. الاستخدام الطبي للجي اتش هو يعالجون به الاضطرابات اللي تصير خلال مرحلة النمو لدى الأطفال، وحتى ينطل الناس البالغين اللي عندهم نقص بهرمون الجي اتش. وحسب دراسة أخيرة قرأتها بأمريكا، ينطل الناس الغرض منه مكافحة الشيخوخة. شلون أزيد من معدل إنتاج الجي اتش طبيعيا؟ أول شيء العامل الرئيسي الدايت، ما راح تتناول وجبات كلها غنية بالسكريات. اثنين الرياضة. ثلاثة النوم. هاي افضل ثلاث شغلات انه تساعدك بيها تزيد من انتاج هرمون جي اتش الطبيعي. ايش وقت اكتشفوا هذا الهرمون؟ بسنة 1958 قاموا ياخذون هرمون الجي اتش من الجثث، ياخذون من كل جثة تقريبا 1 ملي غرام ما يعادل 3 يونت، الغرض منه كان لعلاج حالات مرضية معينة. بس اكتشفوا بعدين ان الناس اللي تاخذ هذا الهرمون تجيها امراض. فبسنة 1985 شركة صنعت الجي اتش، بس ما صنعتها بشكل مطابق للجي اتش الطبيعي اللي ينتجه جسم الانسان. بسنة 1987 شركة سويدية سوت اول جروث هرمون اصطناعي مطابق للجروث هرمون الطبيعي، ومن ذاك الوقت بدأت الناس تتداوله، بس يتداولوه برشته او وصفة طبية. ليش لاعبين كمال الاجسام يستخدموا؟ مثل ما قلنا هو يجدد الخلايا ويبنيه. الفرق بينه وبين الاستيرويدات عائلة التستوستيرون انه الجي اتش يبني لك خلية جديدة، هذا الشيء التستوستيرون ما يسوي. التستوستيرون يبني لك العضل نفسها يكبرها، وهاي الخاصية تخليه مرغوب عند لاعبين كمال الاجسام، خاصة اللاعبين اللي المتقدمين بهاي اللعبة اللي ينافسون مستر اولمبيا. تلقاهم انه الجي اتش مالتهم واستخدام الجي اتش عندهم ما ينقطع طول فترة السنة. بالاضافة انه الجي اتش يدعم استقلاب البروتين والكربوهيدرات والدهون، هذا الشيء يخليه شيء مفضل عند لاعبين كمال الاجسام. الجرعات مالته الطبية من 1 يونت ل 2 يونت حسب حالة المريض، حسب النقص عنده بهذا الهرمون. بس الجرعة اللي موصل بيها بعالم كمال الاجسام تبدي من 4 يونت او تصعد ل 10. طبعا كل ما تصعد بالجرعة مالته كل ما السايد افكت مالته الاعراض الجانبية تبدي تبين. الاعراض الجانبية مالت الجي اتش تنقسم قسمين، الاعراض الجانبية عند الاستخدام والاعراض الجانبية عند فترات استخدام طويلة جدا يعني سنين. الأعراض الجانبية عند الاستخدام هو الصداع اللي يصير، وهذا الشيء طبعا مو وارد عند كل الأشخاص، ألم مكان الشكة أو تحس أطرافك متروسة مية أو احتباس السوائل. بس الأعراض الجانبية على المدى البعيد وبجرعات طبعا كلش عالية يصير عندك كبر بأطرافك، بإضافة كبر بأعضائك الداخلية. يعني لا تتصوروا بعد عضلة القلب مالتك هي الكبرها صارت هي الكبرها بسبب الجروث. بعد ما عرفنا الاستخدام الطبي والاستخدام وليش يستخدموا لاعبين كمال الأجسام، خلينا نجي على السعر مالته. طبعا الجي اتش كلش غالية، طبعا القلم مالته تقريبا 100 دولار، تبدأ الأسعار من 8 دولار وتصعد لي فوق. مقارنة بال الستيرويد والتستوستيرون طبعا نتائج مال التستوستيرون والستيرويد أعلى من الجي اتش بهواي، فسعره غالي والنتائج اللي تكتسبها من عنده نتائج مو كلش قويه. اذا انت هسه وقت تدخل عالم كمال الاجسام ومستعد تسوي بطولات، فمن البدايه ما انصحك تستخدم الجي اتش. وشغله ثانيه انه الجي اتش ما له دخل بخربطه الهرمونات اللي تصير عند استخدام الاستيرويد، اللي منها خربطه دوره الهبته
هرمون ال LH ال FSH هرمون التستوستيرون. شغل الستيرويد واحد وشغل ال GH واحد. والسؤال اللي يجي بشكل كل كبير انه صدق الجروث يكبر المعدة ويطلع المعدة اللي قدام، وهاي الناس اللي نشوفها على المسرح بسبب الجروث. طبعا هاي الناس اللي تشوفوها على المسرح مو اغلبها انه المعدة مالتها تكون بسبب الجروث. اول شيء الجروث بالكبد مالتك راح يتحول الى IGF-1 هو اللي يكبر لك هاي الاعضاءك الداخلي. بس اغلب الناس اللي تشوفوها على المسرح انه بطنها مقدمة لي قدام، هاي مو شرط انه يكون من الجي اتش او من استخدام الهرمونات. اللي ما يعرف انه قبل شخص ما ينزل على المسرح يفوت بفترة يسموها فترة التحميل. هاي فترة التحميل ياكل طن كربوهيدرات، وراح انهي الحلقة بالجروث هرمون شلون طلع الجرعة مالته وشلون طريقة الاستخدام وشلون تدمج السائل مالته. اتمنى اعجبكم الفيديو، اذا اعجبكم الفيديو لا تنسون تشتركون بقناتي. وبعد ما عرفنا اعراضه الجانبية على المدى البعيد والقريب وحكينا على الجي اتش وانتاجه، خلينا نجي على القلم هذا شلون تخبط السائل مالته. اول شغله انه حسويها هتفكه، حتشوف انه هنا المادة وهنا اكو سائل. خل شوي توضح، اذا وضحت مدى توضح الله ما يهديها. فهنا بو اكو هنا اي اكو هنا بي اكو سي. اللي حتسوي انه تفر القلم اثار الطقة وتفر على الكيف بقى السائل قام يصعد. بدي بيهم الكاميرا لحد ما تسمع طقة ثانية بي توقف الفر. سمعت طقة بس تبدي تخوط بي هيج لحد ما يذوب كلية، يعني لحد ما تشوف انه ما بقى شيء بس عبارة عن سائل بذاك الوقت يتوقف. بس هاي العملية حتسويها بشكل كلش بطيء لان الجروث هرمون اي طخة عالية اي شي سريع احتمال يقلل من فعاليته. بقى بي شوية، اذا تشوفون هنا شوية بقى بي ما ذاب، بدا احاول اذوبه كليته. لحد ما يذوب خلي احكي شنو 12 ملي غرام. كل واحد ملي غرام يساوي 3 يونت، كل واحد ملي غرام يساوي 3 يونت، هذا 12 ملي غرام. 12 ملي غرام يعني 36 يونت. تضرب 12 في 3 يطلع لك 36، يعني قلنا كل واحد ملي غرام يساوي 3 يونت. طبعا قيمة جبت هاي وجيت ناسيها. بعد ما خبط كلية تشوف كلها صار عبارة عن سائل ما بقى شي بمذاب، تخليها الهاي هاي مالتها. طبعا تستخدم الصيدلية تفكها تشكلها. وتبدي تفر الفر اللخ طلع الهواء مالته. هم تفر فر بعد الهواء حبي يصعد لفوق. سمع طق اللخة يعني هنا وكافي الهواء ما تطلع، ما بقى بس هذا السائل على يتعدل فوق هسه. بقى هنا بس السائل مالته 12 مكتوب هنا 12 ملي غرام. هسه خلينا نجي شلون نطلع اليونت مالته. هنا مكتوب 0.3 اذا خليت عدل او هنا 0.3. هنا لما تحدد اليونت كم يونت تريد تستخدم 3 0.3 ملي غرام يعني 1 يونت، 6 يعني 2 و9 يعني 3 يونت. ورا ما حددت اليونت من هذه
هاي السودة باعث صار على 9. تجي شو تسوي؟ تفرها الهاي. من تفرها خلص العلاج صعد، ما بقى بي بس تدوس وتاخذ. ورا ما اخذتها طبعا ما حصلكم وين اخذها، هاي اللي اخذت بيها ترجعها تفكها ترجع قبق مالته تسده بهالشكل وتخليه بالثلاجة. اتمنى اعجبكم الفيديو، اذا اعجبكم الفيديو لا تنسون تشتركون بقناة تسوي لايك وتضيفون على انستغرام. تحياتي.